بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان واكي كنتني الشنات كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. عباب هاي فضل الحب في الله إله الدرتي إلا سكوتش على هذا أيضا تنكر لقوة دنين أدروحه وناقي سدي ميد أدكوتش على هذا يا إله الدرتي فضلك كتر يا خيرك كتر يا والحث عليه إلا سكو عربيو لا يسكو عنا أنتو لا يسكو قبابيو ضدك إن الله وش على ذا ألا درتي يا وإعلام الرجل قفك إنو أغيسيو من يحب الروح وشعليا هاي أنه يحب إنو شعليا روحاتك القعيل وقبت الدينيات يا ألا درتينا إن هذا أغيسو شاكتو إن هذا شعشا إن السنة يدونا وماذا يقول له إذا أعلمه iyo wixii aad oran lahayd hadii loo ogeysiiyo haduu waxad ku yiraahdo ilaahay dartii baan kuu jeclahay jawaabti laga mudnaa ama aad adigu oran lahayd qaal allahu tabaaraka wa ta'aala muhammadur rasuulullah muhammad waa rasuulka ilaahay oo dhab ah walladiina maca nabigu kuwa la jiray muslimiinta ana ashidaau calal kufaari gaalada ayay ku kakan yihiin ku adag yihiin ashidaa waa jamcu shadiid jamcu shadiid قالوا أيكو أدقيهين أو حاوية وعزة في جانب الكفار رحماء بينهم كويس نقول أيكو صن حريستوي رحماء وجمع رحيم إذن قالوا وكوكا كيهين وكو أدقيهين وحب كودي عدكو ذي كرع صدان دلنا أم وشيان ينقلان وحين مسلم ورنا وأدب عسيه لكن كمسلم كسداسة لقربة إلى آخر السورة إلى سورة دمات قد آيات دير أتقرن إيسان وهي آد إله أقوى أماني مسلمين تي أصحاب محمد رضوان الله تعالى عليهم. وقال تعالى وحكم الربي لي حلو شايدكونا رحماء بينهم رحماء بينهم رحم مسلم كحلو يقان أدتك مسلمين تأينو دبع سنية ونحريستو إله درتينا أتش على ذوي والذين كوا تبوء الدار دارة الدقي أي سكنوا الدار دارتنا ودار الهجر مدينوي كوى الدقي أسكمي دار الهجرة يول إيمان إيمان كان الدقي إيمان كليمت من قبلهم من قبل هجرة المهاجرين انت إذا سهجرنا المسلمين تكالي يحبون وحيشعليهم كواسي مدينة شوغة مدينة الدقنا إيماننا يا شيء انت من الله إيمان كهر يحبون وحيشعليهم من هاجر إليهم تذك أسهجر ذو إيمادة مسلمين تكسوا قحة أمام عين صوب ذا أما حقه ذو أصو حيدة أما صو إسلام صدي تشعلي يعني هو من قبل بن آدم أن أياك أن لوق أن لوق رموي لا يوجد لا يوجد دادا ينسكو أبترا هين أو دالا شيدين كد حينين أو دالي إذين د حينين أو كمانكم أه أو صبرك عوك صود الفريست أو بيه باث كلاقي بصدي أو دمرك كلاقي بصدي أو وحو الباء الدنيا كوعريدي inaad jeclaato weliba tirada ha la soo wado ansaarun baa laga helay ansaar baa laga helay aadamaha kale waa laga waayay ilaahay baa u qiray yuxibuuna man haajara ilayhim axad bini aadan oo hadda jecelayna ummad kale intay soo barakacdo asaga dul timaado ma jiro mana soo helaysaan la socda dawsha iyada laakiin ansaar baa ilaahay u qiray subxaana wa tacaala walidaalika laga dhigay أنصار شعيل كوذو إنو يهاي علامة الإيمان نينك نعبن ومنافق يا أنصار الأنصار ومقع إسلامي أو إلهي سبحانه وتعالى وبحي وجمع ناصر أو نصير وإنو قاردونا إن شاء الله يحبون من هاجر إليه ذاتك أسهجرون إيا يكسوا بركعة إيا دول إيمان إيا أي يجعليه ويولي برحال لكيه وكي مهاجرين كدعوا ذي مهاجرين با نبي وحكو نبي الله waxay dhahayn ansar maanan arag qoom kaga wanaagsan wax yar kala goosashadii wax badan bixintii u fiirsa hadda gobonimo ay ku dhammaatay nimanka iyaga waxay dhahayn intaan noolayn bin hadan muhaajiriin nahay qoom ansar kaga wanaagsan maanan arag xandhayar wax yar in la kala goosto wax badanna la bixiyo
waxay dhahaan hadday wax badan helaanna waxay dhiibaan ay bixiyaan wax bixiya arki maysid. Hadday xandhadu yaraato sadku yaraadana intaa yarta aniga igama badna odhan mahayaane waad kala jabsanaysaan. Bini aadam waxaa lagu yaqaana markuu xoogaha yara inuu wax baxsho, markuu neefku caano yareeyo hawshu ciiriyantay u dhahaanu maanta tayada unbaan ku filanahay, tol waxooma hayo, ha layga leexdo, maanta qaran yaan lay weydiinin, bishan bishaydi ma aha. Ansaar waa maxay? Waxay dhaheen wax yar kala gooshasadii iyo wax badan bixintii qoomku lamid maa naaray. Waxay dhahe nabi Allah waxaan ka baqaynaa oo maxaa jira kafuna almu'na washaarakuuna fi lmahna xataa khifna allaa yatruku lana min alajri shay'a. Waxay dhahe nabi Allah dhibkii culayskii way naga qaadeen, beerihi iyagaa fali, iyagaa waraabin, iyagaa ilaalin, wixii ka soo go'ana waan qaybsanaynaa. Kharash iyo dhib iyagaa dusha saartay, wixii dheefa yimaadana waan kala goosanaynaa. Ilaa aanu ka baqnay dhaheen ansaar inay ajirko dhan ba la tagaan, waxba aysan noo reebin nabi Allow, maxaan samaynaa? Nabi wuxuu yidhi laa, ajirko dhan ma qaadan karaan. Maa athnaytum calayhim wadacawtum lahum. Ansaar, abaalka hadday galeen u abaalguda, maxaan ugu abaalgudnaa? Ka mahad sheegta, ammaantooda sheega, dhagtoodii wanaagsanayd wada. Laa maa athnaytum calayhim wadacawtum allaha lahum. Ansaar nimankaas wey axmed baa xadiidka wari bisanadin saxiix, nimanka way nimanka ilaahay ka hadlay, yuxibuuna man haajara ilayhim. Qisadooda waa garanaysan hadda. An anas bin malik radi allahu tacaala canhu canhu sal alay wasalam qaal ثلاث صدح الرمود من كنا فيه أي من وجد فيه وكان هذا تامد هذه جرتين من كنا فيه ننك أي أهذان إلا جهل صدح علامة أما صدح الرمود روح كتل ما النادة وجد وحوه لا بهن أي بالثلاث بالخزال الثلاث صدح علامة وحوه لا حلاوة الإيمان إيمانك ردن كيسة إيمانك أورد دما دينك أورد دنتا نحر إياه وحوه لا نعوب كهلا وأكو حسليا وجد بهن wuxuu ku helaa saddexdii calaame uu ku tilmaanaaday xalawata iimaan, iimaanka macaankiisa. Midda koobaad, an yakuuna allahu wa rasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma, an yakuuna inuu ahaada allah allaweyne iyo wa rasuulu nabigiisa muxamed calayhi salaatu wasalaam axaba ilayhi mid laga jecel yahay mima siwaahuma wax kastoo ka soo hara alliya rasuulkiisa. Alliya rasuulkiisu waa inaad ka jeclaato ood axad walba ayagu kaala weynaadaan oo alla qalbigaada iyo rasuulka ku weynaadaan. Axad walba ood jeceshay aabbaha iyo hooyadaba allah ka dhiga ayagaad ka doorato. Walidalika faqad waxay waman axaba gayra allahi akthara min xubi illahi wa rasuulihi faqad kafar. U fiirsada hadda, waman axaba gayra allahi wa rasuulihi akthara min xubi illahi wa rasuulihi faqad kafar. Suuratu Tawba ayaa lagala sarbaxay, qul in kaana aabaaukum wa abnaaukum akhriya. Rag sidaa u tasriixi waxaa ka mid ah ninkii loo odhan jiray Nuruddin al-Mawzi'i al-faqih al-Shaafici al-Muhaqqiq al-Yamani taysiru al-bayan li ahkaami al-Qur'an ka akhriya. Xanafiyadu ayagu waa sharxeenba matniga kutubtooda ku qoraan. Iska ilaali markaa hawsha ayada qalbigaada ilaahay jacaylkiisa iyo rasuulka jacaylkiisa wax kaga badan waa inuusan jirin. Midda labaad, waa an yuxiba almar'a mar'a laa yuxibuhu ilaa lilah, waa inaad ruux muslima jeclaato adoo alla darti u jeclanay oon dan kale kalahay. Midda afar ee saddexaad, waa an yakraha ruuxa muslimku waa inuu koodo uu naco an yacuuda, yacuuda huna wa yasiira. Cawdadu ma aha shay hadda ka hor aad ahaan jirto oo dib ugu laabato. Wa min thama lagu khaldamay aayaddii caraf wadaada mufasiriin badan ku khaldameeno wama kaana an nacuuda fiiha ila an yashaa allah. Bay dhaheen waxaa ka muuqda Shucayb iyo inuu gaalnimo soo maray. An nacuuda waa khalad, iska ilaaliya. Caada iyo cuudu iyo rajaca iyo yarjuc marna waxay noqdaan alcawda waarujuuc ilaa maa kunta calayhi saabiqan, marna waxay noqdaan bimacna sayruura faqad, asayruura inaad wax noqoto uun weligaaba iyadan soo marine. Tanaa ka mid ah yacuuda huna waxay culimo ku macnay an yasiira. Tayib, qasama inaad gaalnimo soo marto ee waa maxay? Waa inaad adoo islaamba ku dhashay muslimna ahaa weligana aad gaalnimada u necbaato.
سيدا الضبك يعذاب كون عبده وأن يكره وإنه قدر روح مسلم كأن يعود أن يصير في الكفر أن يكون في الكفر إنه قال لما كدعه بعد أن انقذه الله أن انقذه الله منه ترب كبد بادي كذب إله بكاء إلى لي أما ذو قال هذا إسلامتي أما إن قالوا ذا ربك هذا وريبا وربك هذا وربك إلى لي كما يكره صدور لبسنا يروح مسلم كأن يقذف في النار النار لغطوره ضب اللي قليه وتمثيل يا سورة دواني التقريب موين حتى حقيقة ما ضبكي وحرم حتى وين سكدرنا أظن عبتها قال لماذا متفق عليه إذن محل شاهدك وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله إن تروح مسلمة شعلات أضوء ألا درتي وشعلانة يدنك لنا أنك لها وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وين إسكسها لنت إسكا إلى لي هذا وكلمة سيد دبير لويد هذا خطر بضن حمبارسا حاسكير إلا إسكفض إلا إلى هذا هب لو إله درتي بان كوش على هاي إله درتي بان كوش على هاي هاو شاسنا أي دعي كرتو إنت بضن إني بنتا إني بنتا إيبا بضن دنا كلي إيو مصالح كلي إسفهن إيو إسكو قروب إيو إسلا قفس إيو شيكو إسكو كين بحضا إيو هاو لب بضن باميش كوشرا صادرتك كأ الله إله درتي بان كوش على هاي وحيرو الدنيا تسكو قبطان واتكلبو ديسا هدو أذوه قادم بالغوارك وميلان مقعيها فردي أو حساب إري إسكا إلالية إري قاسي إلهي درتي بانكوش على هاي وإري قيمة بني إلهي أدو ربك أي هاي أدو ربك أي هاي عفوا هدو لكي وحاس أبا عنك إنتان كل إتجابي إنو بين يا هاي سمالي دحذي هذا إنو بين يا أبا إسكا إلالية وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال سبعة تضبوا يظلهم الله إلهي بحرية في ذله هوسكي سور رب حرية أو عرش الرحمن هوسكي سا يوما ما لنبو إلهي تضبضا سحري هوسيا لا ظل هوس أوسن شرين إلا ظله إلهي هوسكي سموي مثل كوبادي إمام عادل ومسؤول قرصورة عادلة إمام كونا وعكوضا والله قوضا باتفاق العلم أحد والبو مسؤولية يحل مسلمين طوهيا درجة دي سنتي دونها لأكاتو إمام أي مسؤول وأمير عادل قرصورة عادلة من هو العادل والمتبع لأمر الله الواضع لكل شيء في موضعه من غير تفريط ولا إفراط هذا هو التعريف الصحيح للإمام العادل عند أهل العلم والمتبع لأمر الله الواضع لكل شيء موضعه من غير إفراط ولا تفريط وأحد كالشيء إلهي أمر كيس الراعية دين تكون رقمية دين توحي فرطي السمين يوحي كريبتنا كالليحاني شيء والبحق قسم ذا إيرقال إيقتسادك أنا أقول لك أيام ملو شيء والبماش اللي أطلق لك لك يا سقون قابنين أما أن قبوت فلين إمام عادل محايا لنك محلوق بالله من فعديسة سيبويه في كتابه حيل العرب حرقا كذا إن هذا الكتب باللابان ما هو أهم عندهم وهم به أعنى وحي الضنين يا أما أكتوض أفضل أهم أبا يكتب باللابان رسولك نواب محايا دواء عرب سليق يا إذن إمام عاد لأنه هو نفس ومتعدي نفس ومضو دنبو قاريا هدو أصوه هكاك دلكو دنبو هكاك نظامك يطلس كي نظام كسياسي هدو إنه هكاك وإنه هكاك هدي يطلس كي من أحد إذن كهر لوضنا إذن كو كل جين في عمحبا إذن سعون ماي وح إذن هكاك يمتشرو دان مساجد بوحنو أو حلبتو سنو إنه هدان رعيتنا هاي لكن ماذا حصر إن قفس هذا وحبا إنه سعون ماي ولذلك سيدنا عمر أبو بكر علي عثمان كل كدر دار من إن لهاكاتيو نظام كسياسي كاه أخوان المسلمين كواجي تركيزيا الأنظمة الحاكمة فقد أصابوا على هنات فيهم وكفريات فيهم تزايد دمبيس هذا ما أنت لكم مشغول إصلاح الفردي إصلاح الفردي نك ما يشاف فدين ومفسد يهاي وحقوس عن ما يقدر وحقوس عن هذا لكن تلس كوه هجاو كل جوه هجاو جيسان إذا كنت دولة وحكر هذا ليه ساك كيش قد دون تيمرك صاحب يسقي ما دد سواك يسلا في ريو ومسؤول كماشة فردي بوليس كي أسكرت يحرم بيكور كوف في ريان أولي أذو قرك الحرتا شغل قصين ما هي كل يقرك الله بحياة زما كل جن صنع ده سواك خربة جيني سا ما مل وات هوش هاس نظام كاس وحكوها جاجا
هذا النظام كسياسي إذن هجاجين وحبق قبان ميسا وحبق كيني مايو قرآن آخر سكينه سلادينه سونكس ما ينفع حق إصلاح الدنيا ده حق إصلاح الدنيا ده صار أدو فهمه إمام عادل ككوبات وشاب مثل لبات وأن دل يرو نشأ أكبر باري في عبادة الله إلهي عابد ديس ودل يرو دل يرو أنتو قيد كبدو تلكبو ذابع الليلي شاوذا كبدا بودبود كبدا عقل يسولي مفريسا واصبين يا خبرات بدن ملها أسوكو ساود دائر أو بدن طاي وحيابها بالمري الدينت وحيابها بالمري وناق أي بدن طاي هدنها تو طريق كوها قاقو وانما لقادن كريم من أذو قيم بدنوي وشاب نشأ في عبادة الله متك صدحات ورجل ومتك صدحات قلبه قلب يوسف معلق لقحري في المساجد المساجدة متعلق بالمسجد والرواية كلي قلبي يسبى مساجد ككحران رواية فسرتي إذا خرج منه عاد إليه هذا كبحه والدنيا ربحه سوقه بصده هذا واقصه نقنية مساجد كجعليه مساجد كينا كيرا هل كاسو جعيم وفرستو كوقنا آخرستو إسكدح تشوقه أنتم ميلها يبنانها فردي لها مدك أفراد والرجلان تحابا في الله والله بيسوج على إله درتي تحابا في الله تحابا في الله بأصل كذا لكن لماذا بوضع الدنبار لسكو قبطي في الله إله درتي بيسكوج على ذان اجتمع عليه حب قاسي كلمان هذي كلا تغان ومدك كلا مغنادان واقع الدنبار كلمان كالقعل اللي درتي بيسو قبان وتفرق عليه وانو كلا تغان وحد الدنيا كلا جين متشرو وكالقعل كاسي كلمان وانو كلا تغان مدك أفراد مسوكيشنا وكيشنا شو ورجل ويك متكشنا دي دعت ويا امرأة هويني بعصتي ذات منصب مقع صاحي مقع عليه وهويني مقع لو دق وناكسن وهر وناكسن كسو جيدا يا وجمال قروح بودلاتي قروحنا ويلي دبن يا دق بويلي داي غوردو دبن يا دق بويلي داي مركاس زنك عصتي فقال إنك وحير إني أخاف الله إلهي بنك بقية إني أخاف الله ذنك لما ذنك لو كبقي متشري وكعب صديق اللويني مركا كاسنا إلهي سبحانه وتعالى عرش الرحمن بالله هذين إياه معايا لهويني دقوان أكسن أو قرحسن أو سكا بندقت رقو إني ديدان ويأذكت هاي إنك كبد بالا هذا المقام المقام يوسفي بالي هذا مقام يوسف عليه الصلاة والسلام هاوشان طمر كنا لما وداقان ننقر حسن ومقع عليها دوية هذا أن كازي نيستو قوردو إني أخاف الله ترى هذا حنك همسو قليسو هاوشان رقى خصيصا معايا إلي صدع رموت بي يا الله الشيقة كو طمر كن رقى واكحشو بدين رقن هاوشان مكا لقاها الله لابو ويكسبر بدينه وقدرين كي يشهود طمر كو انت يوقك سان رقو ومقك سان رقو يوالن هيا أيوة ده وشوا يا ويكدلها يا برقبة بكل يا حولي وكباب يا الدنيا دم بيكون رجان دمر كهو شاسي ويكجا صبر بدنيهن من ذك العادة ضلب كنوع عسى عادة سريحة دمر كم ويا لامبا قرشك ليه قال قال وحكي يا لاري حتى مدك حلاش هابا أن كان أن وحى سمي لقاعد يسري ميت بعد نورجاز أنا أنصحه ودي قال لقيا ولكن معناه في عرب من بتشي هذا. إمرك واون هولها سيعلو ذكر عليه اسمد معها اسمد معها أنت صو رح يصير فوارق يا حكمك كلا جيني. مدك اللي حادي هو رجل ورجل نو يتصدق بصدقة صدقة صدقة يستيف أخفاها قريي وحول الله بحي. صدقة يبو قري حتى لا تعلم شماله إلى اسم بدح سوء جانين. ما تنفق يمينه مدك توحي بحنيس وكناية عن الإخفاء صدقين كان نافلة السنة لقاها الله هي صلاة واجب كا إن لم موتي أو ميل أركي لقوت كذا سنة صدق إذا كذا واجب كا إن لإظهارية واجب أما سنة وحل قرينة يئد أسطورة يسوحي سنة صلاة سنوين كا صدقات كا هولها صد أسطورنيس نينك وحكود ذالي إن أوقر يوحو بحني إلا لبسك عمود إسعقان وآيات ولذلك بعض السلف سيحكم أهلان درجة يفضل وحي سمين جري مساكين سوق ميلها تاغان وحبا وحي رهي قناعسي اسكود دا نفط دا كوع العلل هي
أذيقنا إلهي أتكح انتهي ودديس الطريق يسو إلهي وكنا عبس ومشكلة ما إلهو تصا كامان قول ديجري هول علوس أو شول سرن ما إن آدمه إيا بشر كمخلوقات كذي دهان إلهي درتي بان كوجع الله هاي وأذيق درتا ليو وينيو حق أن أنا كف عنا ودد هذا وأن كح ما هاي ودي عريس انتهي بان الله كامان قالي هذا هو شعور فكرة رواه مسلم. وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده الله نفتيده قعنتي سيكو جرتان كل أرطيه لا تدخل الجنة جنة قلي ميسان حتى تؤمنوا إلى الإيمان رب الله تمادا ولا تؤمنوا إيمان رب ميسترنا الله إيمان ميسان حتى تحابوا تتحاببوا بي أصل كيدي آهي لابد تقود منا والله قوي لابد بوضع من بالله قوي لغن كان والله استعماله إلا استعلاتنا ألا درتي اسكوش علاتنا إيمان رميسنا ليدن كهل ما أيوه أولا أدلكم يانا إذن تسين مسلمين يوابا إذن تسهي على شيء عمل إيه عباده إذا فعلتموها ضد سميسان وديشان تحاببتما استعلان إيسان أفشوا السلام بينكم نبي الله هاو أن تسوي سلام تفافية إس السلامة إس بريدية إس كورقبة إس بوقضة إس تويدة استعلان إيسان حرق مركز هيسو تعيل بأبور مية رواه مسلم مسلم باوري حديث كأسقا وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى أن رجلا نمبا زار وحوب وضع أخا له ولال إلى هدرت وعلوها في قرية أخرى تولك لتشوري وأن صومر حديثك هبين دويت بين مرين فارسل الله تعالى الى وحي عمل قليل ودغي ودد وكسر على مدرجتي اي على طريقه مرن كيسيه ودد سي مريي يا رب وحو ودغي ملكا ملك من الملائكه مدى وذكر الحديث ابو شيغي سبنه حديث كي اسغا اي ديرا عفوا الى قوله الى لغا النبي هذا الكيسي ان الله سبحانه وتعالى الى قول قول الملك عفوا وملك ان الله قد احبك كما احببته فيه إن الله قد أحبك إله واكوت على النية زائرك كما أحببته وصل أجعلت مزورك الله سبحانه فيه في الله رواه مسلم وقد سبق بالباب قبله باب كان هذا إنه كي كهري بونا كصور من الحديث كان بكوري وعن البراء بن عازم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار نبي أنصار حكيري أنه قال في الأنصار أي في مدح الأنصار ومنقبتهم لا يحبهم ما على الأنصار إلا مؤمن إلا مؤمن صادق صادق الإيمان مؤمن إيمان لما يسترم الله الله هنا وصدق صدق باللوجه هذا لا يحبهم أنصار ما على إلا مؤمن إلا صادق في إيمانه ولا يبغضهم أنصار من عبادهم من نعو إلا منافق أفك مسلم منافق ومحي وأفك مسلم أفكو كمسلم ياي أفكو مسلم أورك قال بدان صومالو أفكو مسلم أورك قال شوفي عم بيعبره من أحبهم نك أنصار جعل هذا أحبه الله والله جعلنا إياه ومن أبغضهم روح الله يستون عباد أنصارنا أبغضه الله والله نعبانا إياه متفق عليه الأنصار وجمع نصير كشريف وأشراف أوام وجمع ناصر كصاحب وأصحاب لبضوا والله إلى هذا أنصار مركة ميشا سيدين كاكتشو حديث كأنا زي سونك واحد كمبرتين آية الإيمان حب الأنصار إيمانك على مديسو يا أستانتيسو وحوي أنصار ولا تشعلا وآية النفاق بغض الأنصار أستانت الوقرت النفاق يا قالمي الدين نعيب يا أفك مسلم أورك قال وأنصار ولا نعول لعلوب حديث ابن عباس وحاكوي من أزونا لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله واليوم الآخر لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله واليوم الآخر الله يا مالك قيام أحد رميي أنصارنا يقان ما بنعي كرو إنك أنصار نعب لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر أذو أسيقتنا الله رميزن طي آخرية الله لكن وأفك باركيسة وإيمان غير معتبرة وإيمان لغوية ما ينفع وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون وكلوي الإيمان الشرعي بالله قال الله يا الوضوء هو شوي عادي النبي قلنا وإشارات كسبنا ولا قف محايا الأنصار معي قبتين أنصار قال لماذا إيه قرقارك إيه طول لماذا إيه لي ما دين بعض ما أنت مسلمين كتهين
نبي محمد يا أهل كيسية صحابتي المهاجرين مرك اللي صبرك عشي ماشي يستاجين وذوقتين أنصار يوحي سمايين بل نبي وحكوية أنصاري حق سارة ويقوتيني وحاها رأينا ذو أبال قدال وحي حق إلهي ساري إسلاع الله إليه نبي قال لقرب إستاغه مسلم قومون لقرب قبطه ويقوتين بنا عليه الصلاة والسلام مهاجرين يكودا وناقسا حرمية مثل حمان تصمي يؤدو القات عافية كور قبا ضدك ويبضان أيان يغن ويران أيان أنصار وحلوية قال نبي عليه الصلاة والسلام حديث حسن على الراجع إني يرادان أول أنصار لوايو مركهم قري يا طمع ويما دو هولتشدين لقيب سنوي هولتشدين يا ولا حلقوني ما كان لقيب سنوي أنصار ما بيما دام قبة هوش الوية قالنا ويكثرون عند الفزع حبس ما كي تمادي يا هلا دقا الله ما دارين يا وردي لا يا قيلة تمادنا والديار هيجن من كمان مقنو وحد دبقة ديار بيدفن وعوام حيوغة تغيان حبت ولد غليها عندي جري سكر ما يسال عمر مكو حرته نك جيل شبهي مكو حرته كو أو ده المدوي ما أنت دم بلا شبهي عاود دم بلا ميرع هاي بعدين سال الدون هاي إنك صورة على ولد دع الله ماي دب لبح بلا قد عشي وحول بالله صم نك جيل صور ده المي إله وين كي عرورتي قليها وداده إن الليال كي وداده إيو وحال الله لسوي نولادان أسوق حول الله سين ماي هذا قرنا تبليغين وارد إيش يعني من قال شبه يوم مري جرجون عيل كذي وين كل شيء كي معولها مركو حيرة وحمي الناقو حب تولد يجو حيق بدن حرب هذا أنا بقول حرام بود رجعني ما سيدا سوي ورجع ما تقرأت وحمي يدي مركو حيرة تجو قيب دير بول هاي هذا قرب بعدين ففاي دكما ودك دقة يعني أنا باب كجاران رباي وحمي رجيو مركو حيرة تجو ديل مدو حمي ناقوه ناقوه الحين بولي وهولي رام علم ايه أوش على جمّة قبسن كارو حمي ناقوه يوحور حابة تولدو حابة تولد متقن حابة تولدو ونينك رير كديبن أول شجع نينك عران كا ميت كان نافع جا وذات كيس كسيارة است إن الليال كا معويس تنتو شغلها كيس كحر ورا سوق عانا يهول إلا جوار بورك قباي قيل مال مال اللي جم مرم وايون ميون لورد غاقم هاي هل كاسل إلى إن ليال واتقان إن ليال وذات كم مرتضى حرتا ضد أضيقة كبح يمحوها مر تطورت كتك ضد كاس وحال إلى ذا حاب تول وضد كنعف جودي نبكوه وبدني هاي نبكوه إيه هيك صارنا عليه سكا يا حاب تول اللي إلى ذا وحور مركو حرتك وحمي الناقو حاب تول إيجو حيوك بدن مكجيل صور ده المضى نجيلي بس ورد المضي ديلك كيانا ديلك بلس ورديو إذن لسو عرضتي سيحتي بالليه وحوري إيقو حيو بايقا أسود ديار قروب دافتيس حرب هيدانا هشان هبلا حر إنان قد قال لما أول الراديو لغود انت أنهم باو حران برعيد كالو محدنو يا وحران أنا أتاقل معني زوام حي وحيد دافا وحانو دايي أهل كي مساكين تي يددكاز دنيرتا وحيد دبان أنا ديار وار غني مساس الويقان أنصار تاصل لغه لهادي يقلون عند الطمع ها ويكثرون عند الفزع انصار مركه وحاوي ويقتون حلكودي ضد كساسا لا دوني مركه سوف نقوننا لكن هذا ميدول بو كسو اردهايو نعفغا اسو دير لا سو اردي او هوانكي عروتي او قاجيسا لا سو قمام يزار هذا دوني زين الصومالي او غات لا حج ام لا عمريسو اجنس الراع رعلير هوتيل بالا جرين نينك رجع أقول فيروه وينا أقول قرحة سنة أقول عقب بدنا يا سرته أقول في عنصك كلب يعني كاسو من كلب في تشري لي مش يقولي كر أنت أنا هايستا دقيدي ويلو حرك روك الدات ثم بالأرك شو ما يلا أرك ويدي يقول يا حجك القادة لو أقول أنت صدق أقول ماشي تكان كوارك سيدا يدا دومن نمو وايد لما تي هذا إنا نوالا نسيد حيوان كم باينور دمن سيد دميري مرك أنصار وحى إلهي كسي شرفت أيضا ننك أنصار يقان يوحي أبالي قالين يوحي النبي قالين يسي أهيليين يماشي الدين كان لصهم مرين وشعلان يهدو الدين كنا بكي يروع عز هذا الدين كإسلام كان عبايدنا أنصارنا هذا أقاتوا وعدرها يدقين يفضل الله يدقين وادنا عيسى إلا وأن منك هوش نمي استاجيه
يصور عدل اللي بحنا نقلي ننقلن بعوق عذو وحالي حبيبك حنطا حبيبك يحاسدك بأقبال ليدي حنطا حبيبك يحاسدك بأقبال ليدي نيكا كجعل هذا وجعل وهوشه وبغا نيكا ان كنعمنا وكحمان ورادنا يحقت ورادنا انصار مركا وعاوي هلا اسكا الى ليو يا حاضر عبد الله فرعود ودوبن ياي انا كو شيغ دونا سي غوراي اوغو ايمو وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى الى يحر المتحابون كو اسو جعلاده في جلالي ضد مكة الله شيخ الصحابة أنصار بن أقول شعلان وجود كرم مكة الله قبته لأن أنصار مكة أخذ التاريخ ذو ذي وحمد ذو قبتين إمام بكو جلية رغني بكو جليسة أذا بيبو عرك مرة أنصار كيسا مرك أنصار تاريخه الله أخري عند الهجرة يقولي بشنت سنة أول إذا نولش إسلام ك هجرة وحي صميان الله أخر المتحابون في جلالي كوا يسوق شعلان يقع عظمة أي لج في ذا هنا بمعنى لجلالي تيهور إلا مت بجلال تيهور إلا معنى طاي سويت هذه جرتهموي المتحابون بسبب عظمتي أني وينك يا رب نمت كيجا يا حق نمت كيجا تذكر إسكتش على هذاي لهم حوا هذه منابر كراس باللود دادنايا جمع منبر من نور أو نور لجسمي كراس باللود دي قاعد زمان رمك عدل مرتق هذا يا مقولي لما موسى وح كراس للضاد شيء يميزس يمر يلا وحده فيش دين زمان رمك فيش تما يزام وحط تما يزام إذن بقول هولش النووي هولش لهم منابر من نور كراس وحلوت دادنا يا يا ميسس النور لقى سمي يغبطهم وحاك كمان ضد كأيجا إلى هدتي سكتش على سيد إلى أمة مزوكرة من مركى أركان وحاك كمان يا أما كمان يا النبيون والشهداء النبيون والشهداء أنبياء إيو شهداء نبي محمد صدق ما قرطوا حكود كدرين سيي ضد وحاقو خير بدن أنبياء شهداء بن آدم وحاقو خير بدن بنبي كدرين سيي الأنبياء ثم الشهداء وحكم يريه يغبطهم النبيون والشهداء إذن رواه الترمذي بحديث كوريي وقال وحر حديث حسن صحيح إذن وحاوة كما شدوا أي أنبيضوا أي شهدوا كمان هي أنضتك إلهي درتي سجع على إيه لوردك كراس قيمها بضن إيه النور كالو كرامي طام عنه ذماها قل لهن ألا درتي سجع على بكفة دي بضن أنبيض أي شهداء ذماها المناقب الخصائص بحال لا تدل على الأفضلية الخصائص لا تدل على الأفضلية شيء قونا لغوما موسى يا أذقو وعذراء دكتي يوانا قال الله تمدرتي طبعا ذو ما هنا خير خير بدن تدرك كلي أدو أبي نبي حول القرآن كسائد ينكو يقان عمر يا أبو بكر بانا كفد بدنا زي من ثابت بفراد كدتك يقاني رق بدن بانا كفد بدنا علي بقضه يقاني صحاب بدن بانا كفد بدناي إذن المناقب محل هذا لا تدل على الأفضلية من دان قونه وما المدح اللي قوت توري والله حرمي كيني ميزو إن أتركوا دون أوفي عنته لكن مسألة أن أيضا يدخل تلماما طاي رقا قاركي وحبات قد دير طاي إذن أضو شن قاروه في عنواتا هذا أثني هل قاره يسول لهم عجب قبا كأنما كقاطاباك وقواني هذا كقواري بدون وكقواري في عن لكن باه فقر حسب أدبو قيسا أنبيض يو بركيسان وشهد الله بركي يو الله ماموزي يهذانا أبوك يا هوش وراكي ذي كراس تلود ذي النوان كان يسيدو قوني ذا الله ماموزي يغبطهم الأنبياء النبيين وشهد سيدا سوري وعن أبي إدريس الخولاني عائد بن عمرو يا عائد بن عبد الله بوالي ذا ذاي ويمنيين تأصل كودي كسو جرودي ويكيم كونفورتا جزيرة العرب الجنوب الغربي واجد دمنا الشام دقي بيا هاي قيس يوم هذا سوق جوري أصل كذي قبل الإسلام أو الشام كبيا دقي بيا هاي يكسر شيء ذا قال وحول التابعي جاس من كبار التابعين وي دخلت مسجد دمشق مسجد دمشق عن قالي فإذا فتن براق الثنايا وحاب مسجد نحفر ليه فإذا فتن وابننا اللي يران مركو أريبو ننا اللي يرى أيام مركو أري براق الثنايا دولش بعد عديهين دولش سيف هيا دولش لقى قصله فولاشا إلغا كوحيقا دول ليلة هذا لكن أنه فتنايا هدل الشيخ وفولاشا قد لغوضة لكن أنه ما كانوا أمانين سمدان دول بان شيئنا فول مشيق إنه دكتين بمويين براقو ثنايا فولاشي سوى إفهايا أمام موسوط بضان وانين فرحانا وموسوط بضان ودوش سموقان يزون وجمع بوزاي أو دلق السودة وينكر دلق السودة وإزنايا
وإذا الناس معه دتكون هريسي فرديا وفي رواية وإذا الناس حوله دتكون هريسي بفرديان فإذا اختلفوا في شيء شهد اسكم من دافان هذه مسألة اسكم قبطان فإذا اختلفوا هذا اسكم من دافان دتكون في شيء مسألة اسكم قبطان يا شيء أسندوه وحيؤثرنا يا شيء اللي اسكم قبط إليه إلى الفتى البرق ثنايا ورهب الأجيال اللي أسجب عليها صام قلب حنا شيخ ابن أجيال وصدروا وانا كف لها يان عن رأي التلدي سيو قوانكيس شيء يقول كم من رافين مركي وقيان وفيريو قوانكو قارا لقادنا يا لسكو خلاف ما هي بس شيخ واي اللي كتشر بالهلك أيضا وصدروا ويكفوا ليان ويكوقن عيان وعن رأي التلدي سي في الشيء فسألت عنه وانتو يذبون ننك واكما ننك دالين يرادا ايو قروح سن اي هذا الكيسو ضدك الديقيو اي وجه غفران ee wixii in qabsada dawladda geysan ka dibna ku qancaysan go'aankiisa wii oo kuma faqila waxa la yiri hada mu'ad ibn jabal mu'ad ibn jabal abu abd alrahman al-ansari waya sasalle ugu sheegay buu falamma kana min al-ghad birta makki la gaari ninki waan jiclaad waa saxaab urkiisa waa haya waxaan wayan lagaaga horeyn xalqada falamma kana min al-ghad birta markii la gaaray buu hajartu waan soo jarmaaday waan soo kalahay فوجدت وحان هلي معاذو قد سبقني يقا صور مريبا بالتهجير كالهاد أسقا بمساد كيقا صوري أنا قال لها سلك إسكمر ويا لغا هرمرين حقا نسعوتا دعها ويقا صور مري نسعوتا وان نين كدتك أوقو كان شاء الله دنوي وحكي يا المجر عابر سبيل غريب وي وح مشغول يا ما دنتي زاون يا هيسا ووجدت وحان هلي بيصلي أسقو تكني الصلاة سنة أسكت تكني فانتظرت وان كرتي حتى قضى صلاته إلى وصلات سلام ما يستجوبني مو آداب توي نون تمانا كجيل وان سجوب إلى وصلات سلام ما يستني تضرب تكان يا مطوم بتكان ملابات إسكسو ثم جئت وحنادنا وقعي مد بالمك وصلات سلام ما يستي من قبل وجه حق وجه إذا بلابات وي قل يا دو سيجي دو مشغول سن قادات كنتي فريستان شيخ وحان كورك كل ضاب فريس كل عباد مرغبة كقول هاي قد فانتني أذابت ماشي كجرت طيب ثم جئته معاد من وقعي مدبر من قبل وجه حق وجه غهوري وان وريقي وان صهر فريست فسلمت عليه مركزا سلامي بور انت أوريقا يا ولم السلام وحكب بقي أسوى سيجد دو سلام إنه وشيخ الشيخ اللي بو أمام معاد اللي بو سوجد سدو حقا إذا بدره كأركي أنشحمه وسوى وريقي مركوري مدبو سلام فسلمت عليه وان سلامي ثم قلت محاني والله إني لا أحبك لله رغم كي رأي وكو أركي وناقب إلى هدرت وجعل هذا ضن كلا وكملها والله الله أنك دارت إني أنا دار يا أداة التوكيد بسكو قدر يو إني لام براعي صدح توكيد دار يا إنه وحلو قدر وشيواتق أنا في علم المعاني حتى نحوظ كبرتين لام تا وحلو قدر وشي إنتو حلو قدر كيا والله الله أنك دارت إني أنا لا أحبك لله إلى هدرت بانك وجعل هذا فقال مع الحور الله ما لك وك هول علوس وحد شيكتي فقلت حنا الله الهي با يقوك فقال حور الله ما لك وك فقلت الله الهي با يقوك واي غا دب دن كلام ما جرت فاخذني وحي قبطي بوري بحبوه الردائي قايق انطون يسنا ان غر واحسنا بو قبطي سو جيده بوري حبوه وا مرضى مركان تطبر سومر يسوع لو يهكو قبضة الحرات فريستو كرسي غريب بادية زما قرنزان الحبوة حالي وجدار العرب درب الغوتر زما يزن لاين واتنوين هوش وذم حال غوتر زن هيا قال اسكو ورتشين واسكو قبان ربر كات كسو ورتشين مركا جو تلبها ايو رودو ماذا كو قبضة نيسا وهذا حيد مركا ما انتو دوا فردي دوا تشاكين دالي ميشد يا والله سمعيانا واتقانا عندنا قروا حيس دون يسي يضو خلاف باك التاقن دون يسي إن قوين أسكدو الضبطو من شيء مرح دون يسي والا إلى هذا لكن مدن مرن قالي نوا قروا حيس طيب فأخذني وحي قبطي بحبوة الردائي قوي أيجي أن قروا حيس تيبو سائي وصو قبطي سوچي ديبولي فجبذني إليه حق يسوچي ديبولي ويسوچي إلى ما هرفر يستيف فقال وحولي أبشر بشارة يسوع خير محايا إلى هذا ألا درتي إيجي عشا يدنك لا أذن اللهين خير كبشارة يسوع
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بأن مقلي أبان كبودي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بأن مقلي أنوغو عدك الله إسكب الدائي يقول أسوغو لي قال الله تعالى إلهي وحيري قال الله تعالى يقول الله تعالى وطوم مرتين مثل هذا المركز جمهورة يقول شيئين إذا قال تعالى إن يقول تعالى والأورنكرا يقول لماذا حديث كوحو جنيان لماذا استعمال بين البنائيين يقول تعالى والله يقول الحق وهي دي السبيل يقال تعالى قال ربكم وكال القرآن كنا وكبت أنت يا دي لماذا معنى بواء اسكم قال يا أمرك أنك مثل كفر سنين يا وحيد هذين قال بسم بالأورنكرا قال تعالى وقال ربكم بالأورنكرا يقول ممنوع وركنا حكمة الليل قال الله تعالى إلى وحيدي إذن صيغة الماضي بلغ عبري لتحقق وقوعه إنو دعها يا الله با وجبت محبتي كالقع الله ذي با أواجبت ولازمت للمتحابين كوا إسكتش على ذي في أي من أجلي أنا قدرتي والمتجالسين في كوا أوضى فريستا أنا قدرتي إلهي درتي بأوضى فريستا أطشدان دين إسلام أغطشدان دين أغطشدان والمتزاورين في كوا اسكو بوقد اسكو زيارتاني قدرتي هبل ان سو بوقنا دنكا لغملا ان سو سلان اسلامي يوناك دينت با لو بوقنا دنكا لغملا والمتبادلين في كوا اسو حسيه يعني درتي وحسوسيه المتبادلين من البذل وحبا يسسينيا وايس عاونيا وحبا يستري الهي درتي وحواد بحنيس روح مسلم مسلمس الهي درتي والمتبادلين في إذا واحد لسكوك والنفط أبغى أقول درن هذه وهذا ما واحد لبحية وحالي هذا ما أقول علوس نفط زكي بحية هذا طالب كفر تمحد مودع حديث حسن صحيح رواه مالك باورية في الموطأ بإسناده الصحيح بكورية قوله النبي أجري عفوا قوله أجري أبي درس الخولان الصغماء هجرت أي بكرت وانك الله أما وان شر ماضي ركون فروتك وحيكولي وارد الماضي مركي أجيدان وانك الله وان ديل مضي أنا أقول ديل مضي وحان دهنا هو الشدة هو الشدة وحي نس دم برد عان دهنا كالها الظهوري نس كورا يقول لي ريكو فوتكو هبل واقو ديل مضي ساك فهم معنى هذا سان أوقو كالله دربا أوقو كالله وحاد مودة حالي أنا لبريا هذا الخوضة إنا قبل يقسن ميت خوضة إنا قبل يقسن نان كامك الله فيري واقو ديل مضي وامع وحاد مودة أبا سان أوقو كالله إيواج بدي زمان وقف فريزين أنا حايب اللبرية وركم ما فهمتين طيب وهو بتشديد الجيم جين كل الشدوة ويقول أولي الله فقلت الله الأول بهمزة ممدودة للاستفهام الله ظهور همزة ممدودة الهور مرنيا ولما ذي استفهام درت يدبان الله شدال الله يالي والثاني بلا مد كالدنباء سوق مدلو الله بالورنيا الله من الله آبا تركور من أما تضنب الله هو جواب مرك اللهم بعد ليه ذا مرك سيداس يعني أريجا معاد إلا بقول أما صدق قول الله يوجد أسواد مديسة جوابته أبي دريس نواد قابين أنت أم كل فهمة أنت أصل شيخ وجدة وعن أبي كريمة المقدام صادرت وقوه بسنة وارقت معاد سوه بسنة لأنه شو العرسوي من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان حديث كأها من أحب لله إلى يدرت أنك وحج على هذا وأبغض في الله إلى يدرت وحنعه وأعطى لله إلى يدرت وحبحية ومنع لله وحد روح أدي إلى يدرت أودي إذا فقد استكمل الإيمان إيمانك كامل ننسى لكم إذا فضيم العيادون أمام في الهيا وحورن شري هذا أرك الروح بن آدم وإيدا هذا إلهي درت يبان كون نعبا ربنا أي كتا هاي وحواجب يقول روحي ناية درت وشعر هذا بأنو وفير صدا هذا حكد دولا هيا وحكولا إلهي درت يبان كون نعبا هاي إلهي درت يبان كون شعر هيدا بضان هين إن بضان وكمدا صح ماها وحبا كجر ومغشوش فوندوي مفيوبو هذا أركب الروح إلهي إلهي درتي بان كون نعي نبنا أي كتة حقيقة كتة هاي ووصل إن عين أنا قويس كي يجي إيو إن حقوق كحق بدنا هاي إيو إن حون سكو قوانا أو داعات كتة هاي وحواجب وإن إلهي درتي روح أوش على هذا لماذا
ruuxa ilaahay dirti oo dacad ruuxa u nacwa maxay waa nin iimaan xoogiisu xoogan yahay ninka makan lexda waajib buuri laakiin horta ha la helo man yubqidu lillaahi xaqiiqatan waa in la helo ilaahay dirti baa u nacay buu dhihi waa dhowd muxuu u qaran ka waayay heb ilaahay dirti baa u nacay waa dhowd buu doodooday buu ka helay guri buu ka boobay baloduu rabay inuu dilaalo ayuu ka qaaday gabadhay wada shukaansadeen buu ka dhaqaajiyey waa taqaada soomaali warkeedu mihaal baan uga jeedaa ilaahay dirti baan u nacayda badan iyo alla dirti baan u jeclahay far baa ku godan hadday laakiin daacad tahay wax la heli kara maaha وعن ابي كريمه المقدام من معدي كرب رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال صبن وحور اذا حب الرجل اخاه روح دوالكي جعلاده فليخبرها اشيغ انه يحب انه جعليها ضل اله درت اجعلت الروح مسلمه اشيغ انها تعيشها روى ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن معاذ بن جبل ابي عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيده صحابه ترجمتوده مركات اخرده ايمان او كاي كردوي اسغ اي رق لميد ابو الدرداء ابو الذر اسغ اي ايمان باك ابو بكر الصديق ددك نو عازه تراجمتوده اخريا سلف كسو جيدان هم اصلكم وفصلكم واليه يحن قلبي بودي جيرن قال رجع حسن البصري مركو شيغ رقا سو كله هم هؤلاء اصلي وفصلي واليهم يحن قلبي ددك اخريا تاريخوده ترجمتوده اسك داي وحيابان عند ربقشكي معنى ملها ابو عبد الرحمن با كميدا ونبي جعل عليه الصلاه والسلام نين فريدو دليرو اها اخذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيد النبي غعنت قبطي دبو سي غعنت وقال وحن صوبن يا معاذ معاذو والله الله ان كدارت اني محمد عليه الصلاه والسلام اني لو احبك الهي درتي بان كو جعلها نبي وا دارتي إني أددت كتب استعمالي لامبو قليي أنت أحد كسمين يواكما حبيب الله خليل الله رب وأفضل أفضل البشرية على الإطلاق بشرك كي أفضل بدنا ويسد الراجعة والله يلا أن كنت أردت إني لو أحبك قول لك بالنبي قمر كادقها يا ونوع الدي هوش أقبو إلهي درتي بانكوش علي ثم أوصيك وأنكو دردار ما يا معاد حديثك اختصار بنو قليه الروايه واحد يقول لي هي مركو النبي والله اني لا احبك يا معاذ معاذ حوري بابي انت وامي يا رسول الله اني لا احبك ايضا حوري ابي هذا الله كو فرتي رسولك الهي انا هو كو جعلهي نبي حوري وان اوغاهي ايغا دغيس دردارنك ثم اوصيك واكو دردار ما يا معاذ معاذ لا تدعنها كتغن لا تدعنها كتغن في دبر كل صلاه salaad walba gadaasheeda marka dhamayso ha ka tagin taqulu ina tiraado allahumma a'inni wa fi riwaya rabbi a'inni allahumma a'inni allah igu kaalme ala dhikrika xuskaad inaan ku xuso wa minhu alquran kalaamka inaan akhriyo on tahmid la imaado on tasbiix la imaado ilahu aan ku xuso carabkaygo on dhikrigaada laga waayo allah igu kaalme وشكرك ما هنقاد الى ان ما هنقدو ابالك لو غل نولشدا يا نعمه عافيمات كان نعمه اندها نعمه لعل حد با نعمه فهم كان نعمه روحي لغا قاداي با غرانيا ادو غران ميزيد عاد على اسكم واسكو سوكي القبيسين دب دب فرري هبل او هبل يغوس وا سو اردايا واحد كم هنقي يا واحد مد ور ور مايس مالك لو قبطون با غران وشكرك ان ان كو ما الى كو ما هنقو او نعموينك يا ابالك أن كما هنقو وحسن عبادتك هي عبادة وناكسن الله كويدي سنية يين أن سوى ناكسن الله كو عبد وكالمه عبادة وناكسن أو خشوع له أو نعو له أو دقنانشن له أو معان له أو إخلاصي صدقي وضعته ألا درتيها حديث صحيح رواه داود والنسائي بإسناد صحيح ولذلك حديث كان مركو النبي قوشك معاد والنبي يقول وانا كتشعل وانا كودر دار ميا صدح ذا ويردها كتغين ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كتغين أرضي يسيبو أشيغي أولي وان كودر نكل لو رنجري أصنابحي أبو عبد الرحمن أصنابحي بو أشيغي وحوري وودر دار ما أصغونا أرضي معاذ وصنابحينا وودر دار ما أرضي يسيب عبد الرحمن الحبلي الحبلي أتقرنا يسازونا يمني هشامي قناها
أبو عبد الرحمن الحبل وحو دردار بأردقي سعقة المسلمة تجيبي إلا هو دردار العز نبي محمد ولب كور من مقدمة ما بعدها مقدمة إني والله لو أحبك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أفرت معادي يصدع أرضي وضنبي صنابعي أبي عبد الرحمن الحبولي عقبة المسلمة تجيب المصري نوال بنبو در دارم وأوير وانا أكسن هذا قيمة بدن على سود در دارم نبقى مركب ماشوا معاد كتشوقي بدر كيسان يسوق على يسود كويري روح وانت كويري أو سيدا النبي وأقول دار تسعد لكم هاي من السهيل يزار صوب بارا والأركيس أنهم من النبي نبأ كتشعله أنتم معادوا كتشعله ضلوا كتشعله باكرا لكن أنت نمو بس كقدر معاد كان ينو لي مارك إني والله لو أحبك يا معاد دلك يا وجع شاي عايشه يا كحيق النبي الله حق الرقة أبيه أبو بكر أو لبدا باكر لكن صيغة ثانية كالقع لقونية يا الضنين ننديغ سوها معاذ مساكين دا مسلمين سوء واحد أسينا يحولي سوء قده الدين أسوء قادة يبقى قامة بي مرقاسا مدينة هانتب بضان ودين الله قبصة دي نبي قبصة قدر يمن بإنه كسو دقال وكسو يولو ودين تسكا قبحي مرقو الدير وكي لدر دامو يلي إن هذا إيه إيمان نمبا لغي يابا قد قبرك يقصو مرتو ولدر دارم بي سند إذن نبي محمد الله حبالي ومدينة كسو الله بتي مصالك المردن بي مركنين وحبذان أشياء جيبها وكنا بقول وأعلم الناس بالحلال والحرام ما لك قيامنا مع ضحى من دونا علماء المسلمين تسقه جامنية أو بكر عمر سقه جامنية في الآخرة جميع العلماء من أبينا آدم إلى قيام الساعة نو والبوع عالم الدنيا الصوم مري وجاسكه جامن دونا ومعاد ابن الجمنين كنوع عاصم وإنك ما مركا هول سال الماء وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان عند النبي نبى النبي قال له شو مال ما المحكمة فمر رجل به نبى صومري نك النبي قال لفدي أي نك صومري فقال وحول نك النبي قال لفدي وحوجري يا رسول الله رسولك إله يوم إني لا أحب هذا نك إن مري وان شعله إني لا أحب هذا نك إن مري نبي الله وان شعله كان مر تزيز على وان شعله فقال له النبي النبي وحول عليه الصلاة والسلام أعلمتهم ما أجيزي ما أشهد تنات كعشاي قال لا ما ينبه الله ما الشيقين قال سبحانه أعلمه أجيزي أشهد إن هذه لا يدرت وشعشا فاللحقه وكذب التقواها لي فقال وحنا كيري إني أحبك في الله إلهي درت بانك وشعلاي فقال إنك إلا بعد وحوير الله شعلا أحبك الله الذي أحببتني له أحبك الله أحبك هاكو شعلا الذي إيبا أحببتني هذه شعلات الله إلا أجله رواه أبو داود بسناد حسن عفوا بسناد صحيح أبو داود بقول حديث سوء بسناد وسيد وشيخ وي مرك وحوي روح هذا إلى هدرت وش عش هاي وشيخ ومن السنة مرك ورنا إسكوه بصو إن هذا إلى هدرت وش عش هاي يو إن هذا نكلا كلا هذا هاي مرك صدحات روح هذا إلى هدرت وش عش هاي محبة يدين حيس إلالي دور وحد كو يعني كل دور كو وحد كا هول الدنيا هلا وذاقي وفير صدا وشايدا دار دارن كان يشدك بحسن نينك هذه الهي درت وش عش هي وحد الدنيا هلا وذاقي جماعه من السلف بال ليلي شعيلك اله يا انطتك شعل الله يسال لو دوري كرا وحد كو دوري كرتا اذا احببت رجلا في الله فاقل مخالطته في دنياه الدون هلا وذاقن هلا شركوبن وحبها الله شير قرين شلمه يسير دقاليس قد قدن ان هذا وحسي سمعها كاك بحين باشان رقوا اسكو الله يساو ان بدل ودكتي نينك عام غير كو ذات مرحبين يا اسم عانقين ايو حوري واقرتين بره واقرتين الاحتعاين الاحمرين بول وحد حبت كسو صار يسان الاحتعاين الاحمرين يا شين ايدين ديبو عدا غالنتاني هاوش هذا مركة آدي يا آد هلا اسكي غير الاليو وحاكو لو مركة مهم جدنا او الالين كراشيغا اساقا إن روح قد قد كيسي الدبقل كيسا لغل لحظه أحبا سريه سيها حد دبقل أفر وحدي بيكا غي ما دقو طلق هذا إلالي إنت هدادا يلين نينك أتصير إلى هايد إلى يدرتي بان أتشعر وحد بالله بي هي إلى يدرتي بان كون نعباه والله سبحانه وتعالى أعلم